مواطنو جنوب أفريقيا مهددون بالمحاكمة وسحب الجنسية حال ارتكابهم هذا الجرم. في نظر الدولة الأفريقية، الجرم هو أن تكون من مزدوجي الجنسية وتذهب للقتال في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي. فوفقاً لوزارة الخارجية الجنوب أفريقية، هناك عدد لا بأس به من مواطنيها يحملون أيضاً الجنسية الإسرائيلية ويقاتلون في صفوف جيش الاحتلال، وهو ما اعتبرته أمراً مقلقاً ومرفوضاً. القانون في جنوب أفريقيا ينص على ضرورة أخذ موافقة السلطات قبل أن يذهب أي مواطن للقتال في صفوف جيش آخر حتى ولو كان يحمل جنسيته. هذا بالنسبة للقانون بشكل عام، فما بالك بحرب لا تدعمها جنوب أفريقيا ولا توافق عليها؟ فجوهانسبرغ نفسها هي من تقدمت بطلب إلى المحكمة الجنائية الدولية الشهر الماضي للتحقيق في جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة، بل واستدعت دبلوماسييها من تل أبيب للتشاور في ظل الارتفاع المرعب لشهداء العدوان. Genocide is taking place. الرؤية واضحة إذن للقاصي والداني الذي ربما لا يحتاج إلى هوية بعينها كي يتخذ موقفا إنسانيا واضحا ويصنف ما تنفذه دولة الاحتلال في قطاع غزة على أنه إبادة جماعية لا تقبلها أعراف بشرية.